بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وذرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله يا ابن الشعراوي، اقعد اقعد ما شاء الله عليك. أنا كنت أقسمت إن أنتوا مش هتفلحوا أبدا، إنما يظهر أنت يا ابن الشعراوي هتخليني أكفر عن يميني وصوم ثلاثة أيام. اسمع كلامي يا متولي، يعني بقول لك قدام الشيخ صابر والناس دي كلتها اهو، بعد امين ما ختم القران لازم يروح معهد الازهر في الزجاجيج. انا شايف ان ملوش سكه غيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خد يا حبيبي، كملي فلوس الحج. كده بقينا في الامان. انت بقى تقدم على الحج، وعبال ما يجي ميعاد السفر نكون كملنا المصاريف. امين امين تعالى العب معانا. انا بعد كده مش هرد على اللي يقول لي امين. انا من النهارده اسمي الشيخ امين. أمين الشعراوي حيروح الأزهرية بتاعت الزقازيق. أيوه عارف، أبوه داري طمطم بالحكاية دي في البلد. وأنت ناوي تعمل إيه مع زغلول؟ لا، أنا محتاج زغلول يبقى معايا في الغيط. يعني هتكسر بخاطره؟ ابن متولي الشعراوي يبقى رايح جاي في البلد بالعمة والكاكولة، وأنت ابنك اللي طالع من الغيط وجاي من الغيط؟ خبره يا هنيه، هو هيشتغل فين؟ هيشتغل في ملكه في أرضه. وليه ما تودوش المعهد زي امين الشعراوي؟ افهميني يا هنيه امال، احنا ما حالتناش غير زغلول. الشعراوي عنده عيلين، واحد يتعلم وواحد يزرع. وانت يعني هتغلب لما تجيب نفر ولا اتنين يساعدوك في الارض؟ اللي ياخدوا النفر ابني اولى بيه. ما هو ابنك لما يكمل علامه وهيستوظف يا اخوي هياخد له 8 جنيه في الشهر. ايوه استوظف، قال يعني هاخد 80 جنيه. هيصرف قد ايه لغايه ما يتعلم ويستوظف؟ اعتبره عجل يا اخوي. انت مش بتجيب العجل تصرف عليه لحد ما يكبر وتبيع وتكسب فيه؟ اعملي معروف يا هنيه ما تلخبطيليش دماغي. انا عارف ان زغلول بيزن على دماغك غيران من ابن الشعراوي. انا مش عامله على زغلول، انا عامله عليك انت بقى متولي الشعراوي اللي ما يحتكمش على ايراد ملك يودي ابنه الازهريه، وانت تطلع ابنك رايح يشتغل في الغيط وجاي من الغيط. امين. اه منك يا هنية، اه لما تعوزي حاجة وتحطيها في دماغك لازم تجيبيها. اني عايزة البلد كلتها تقول ابني أوبيس راح، ابني أوبيس جه، مش ابن الشعراوي. مع السلامة. السلام عليكم يا عم جابر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ متولي يا شيخ متولي. أيوة عم جابر. مبروك يا أمين، ألف مبروك. الله يبارك فيك، ختم القرآن وحيدخل المعهد الأزهري بتاع الزجازيق. الحمد لله. بقول لك إيه يا شيخ متولي، قبل أمين ما يسافر ياخد كل طلباته من عندي، ولا مش عايز تنفعني؟ عندك إيه بقى يا عم جابر؟ عندي كم نكشة جداد ما نزلوش قبل كده. فرجنا يا سيدي. من عيني. اتفضل اتفضل يا سيدي، شوف اللي يعجبكوا ايه يا تاخدوه على بعضهم كده. انا رحت الازهر يا ابني وما حدش داينا سيبني. بقول لك ايه، اجيب لك حاجه تانية من اللي جوه؟ يا جابر يا ابن العم، تقدر تعمل لي عمه؟ يعني ما انتش عايز طواجي؟ طور يا ابني في الحرفه واعمل لي طاقيه اللخف. يعني كده راحت علينا يا امين. اللي بتقوله ده جبته منين يا امين؟ جه على لساني يوم. بقول لك ايه يا امين، انا هشوف لك شلال العمه جوه. شوف ماشي. اللي عرفك بالاشعار يا امين؟ ما انا بقرا القصائد بتاعه احمد شوقي اللي بتنزل كل شويه في الجريده. ربنا يفتح عليك يا امين. انا حفظت لحد دلوقتي قصيدتين، يعني عليك ليالين. هتديهم لي امتى؟ اما تحجج من حكاية. الجرايد لسه عندنا في الدار، اجيبهم لك وتسمعلي؟ انت تجيب الجرايد ونروح بيهم للشيخ احمد الطويل تسمعهم قدام. انت جيت يا متولي؟ بقول لك ايه، احنا لازما قبل ما نطلع الحج تكون رسقت امين في الزجازيق ورتبت له كل حاجة. السكن في المعهد، بس الحكاية مش سكنه بس، ده فيه اكل وشرب ومصاريف سفر عشان ينزل البلد كل اسبوع، يعني العشرة جنيه ما تقضوش في الشهر. يا لهوي، عشرة جنيه؟ ما نصيبه يتبهدل في الغربة لحد يعرفه ولا هو يعرف حد. يا كبدي يا ضناي. طب والعمل يا متولي؟ والمصيبة الدودة كلت نص القطن والسعر كمل على الباقي. ربنا يقدرني واسد حق الناس اللي مأجر منهم الارض. يا نظري، واني اقول مالك ما انتش زي عوايدك اليومين دول، واقول يا ربي هو زعلان ليه؟ ما فين امين؟ طب شنتون النهار بيعمل ايه؟ انت عايزه ليه؟ سيبه يفك عن نفسه شويه قبل ما يخش في الجد. أمين، قلت أجي أشوفك يا بدرية تكوني عايزة حاجة. أصل اليومين الجايين هروح الزقازيق، هدخل المعهد هناك. أيوة سمعت. أنت ليه يا بدرية ما بقيتيش تروحي الكتاب وتسمعي العيال وهم بيقروا القرآن؟ كفاية عليا كم سورة اللي حفظته وأشوف أكل عيش. بس أنت خسارة يا بدرية، ده في عيال جوه الكتاب مش حافظين زي. ربنا مش رايد لي الخير، لو كان بخاطري كنت حفظت كتاب الله زيك وجودته وقريته للعيال كمان. عايزه تفتحي لي الكتاب وتجيبي فرك وتمدي العيال؟ وعامله ايه مع عمرو؟ امي ساكته طول ما بديها اليوميه. نفسي ترجعي الكتاب وتكملي حفظ واخد كل يوم علقه من امي. هي مش عايزه اليوميه؟ ادي باريزة. باريزة بحالها تروحي كل يوم الكتاب وتسمعي من بره، واما ترجعي اخر النهار ادي لامك اليوميه. وانت ذنبك ايه تشيل حاجه زي دي؟ ده مش ذنب، ده خير. اما الواحد يساعد في تعليم كتاب الله دي كبيره قوي عند ربنا. خدي. كفايه امين اللي خدته منك قبل كده، هزت ازاي ده كله؟ يلا يا ويل، يلا يا انت وهو يا علي. الله، امال فين البت بدريه؟ يا بنت يا بدريه، انت يا بنت. الله بقى يا بنت، واقفه تتكلمي وسايبه الشغل؟ طب اه رايك بقى ان مفيش فلوس النهارده؟ ويلا يلا 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 غره روح ست الدهر. يلا يلا باشا قاعد معاك. الباريزه
كل ده شايله لوحدك يا متولي ومخبيه عني. الحمد لله على اللي بيجيبه ربنا. طب وبعدين يا اخوي هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش حل غير اننا نأجل دخول امين المعهد السنه دي. القطن خلبي. يا لهوي، بعد الواد ما عمل حسابه والبلد كلها عرفت؟ لا يا متولي، الله دي شوف لك حاجه تانية. لو عندي ملك كنت بعت كام جرار. شوف حل ان شاء الله تستلف. هما جنيه ولا اتنين؟ سنه امين تكلفنا في المعهد 100 جنيه في السنه. سمعان في البندر يسلفك اللي انت عايزه. بالربا؟ بالربا يا حبيبه؟ هي الحاجه اللي بالربا ربنا يبارك فيها. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقت؟ مفيش حل تاني غير اننا نأجل الحج السنه دي لحد ربنا ما يكتبها لنا، والقرشين اللي معاكي اهم فكوا بيهم دقتنا. داني طول عمري بحلم بزياره النبي واحط ايدي على شباكه، يبقى بعد ما جربت ابعد. ليه كده يا ربي؟ ليه كده يا ربي؟ ما هو يا دي يا دي يا حبيبه ملهاش حل تالي. قلت ايه؟ هقوم اتوضى واصلي واسيبها على ربنا هو اللي يصرفها. امين، انت جيت امتى يا ضناي؟ لسه داخل يما. كنت فين طول النهار؟ ابوك سأل عليك. في الغيط يما، عمك بيصي بيحرق الغل، ركبت انا وزغلول النورج وما كنتش عايز انزل منه. طيب يا ضناي خش خش غير هدوم. يا رب دبرها من عندك. السماح يا رب السماح. خد يا متولي سد مصاريف امين. خد امسك متولي خد. يا رب يا رب ما تحرمني منها. يا رب اكتب لي زيارة بيتك، حج بيتك وزيارة النبي. وعدني وعدني يا رب قبل ما يخلص العمر. انت عارف يا امين، ابويا بيقول لي مفيش في الزقازيق ركايب، كلها عربيات حنطور كده زي الكريدة بتاعت العمدة بس مرتاحة عنها شوية. ما تفضلها من السيرة دي بقى يا زغلول. الحق عليا اني بقولك على البلد قبل ما تروحها. ومين قالك اني عايز اروحها؟ ده التقديم الاسبوع الجاي يا ابني. انا ايه اللي هيغربني ويبهدلني؟ الارض اولى بيا. انت فاكر ان الكلام ده هيخيل عليا؟ انت بتقولي كده عشان تهربني من المعهد. وهربك ليه؟ ده لو عاوز اروح هاخدك ونيس معايا. انت عاوز تبقى لوحدك في البلد اللي داخل المعهد؟ ده انا عجنك وخبزك يا امين. السبت الجاي ان شاء الله الفجر هننزل الزجازيق عشان الكشف الطبي بتاع المعهد. ما تفضينا من الحدوته دي بقى يابا. انت ايه حكايتك يا ولا؟ انت مش كنت مبسوط في حكايه المعهد دي وداير تتجمع بيها في البلد؟ هاي بالغربه يا ضناي، مش متعود عليها. ما انت كل اسبوع
هتنزل دجادوس تبات معانا ليلتين. وحضر لك العيش والزفر والجبنه القديمه وتاخدهم معاك وانت راجع. ما انت هتكوني في الحج ياما. احنا السنه دي مش طالعين الحج. المديريه ما وقفتش على الطلب. ليه يابا؟ اشمعنى احنا ما وقفوش علينا؟ ده في ناس طالعه من البلد. نصيبنا كده يا ابني. كمل انت في المعهد واحنا ان شاء الله السنه الجايه نحج. مش هروح ياما الزجازيك ومش هسيب دجادوس عشان تبقوا عارفين. هو بكيفك يا ولا؟ ولا احنا تحت امرك؟ مره تروح ومره ما تروحش. يابا بلاش السنه، بروح السنه اللي بعدها. يكون اخويا ابراهيم شد حيله ويبقى جنبك في الارض. ابراهيم هشد حيله في سنه؟ ما تفهمني ايه اللي في دماغك بدل اللف والدوران. صراحه يابا اليومين اللي نزلت فيهم الارض بعد ما خلصت الكتاب لقيت روحي. الفلاحه حلوه قوي يابا. الفلاحه دي لغيرك، انت ليك سكه تانيه، عالم في الازهر. والناس تقول لك يا شيخ امين. ده سيدنا كل ما يشوفني يقول لي الواد ده نعمه حافظوا عليها. امال يعني عمره سمعني كلمه عدله؟ طوع ابوك يا امين، ما تزعلوش منك. مش هروح ياما الزجازيج يعني مش رايح. هو انا يعني عشان سكت لك واخدك على راحتك عايز تمشي كلامك عليا؟ بالراحه يا متولي، على مهلك. ثلاثه بالله العظيم لا تريح الزجازيج ودخل المعهد الازهري، ولو حكمت هكتفك بحمل واحطك في شنطه الترمبيل. انت صحيح مش عاوز تروح المعهد ولا بتغيظ ابوك؟ عايز اقعد في البلد يا اخي. انا عاوز اقعد بس. انت ليه اللي عاجبك فيها؟ حاجه في دماغي محدش ليه دعوه بيها. طب واللي يقول لك على فول هتمشي اللي انت عاوزه؟ بس ده لو انت عاوزه صحيح. يعني هضحك عليك يا زغلول؟ اسمع يا سيدي، انت تطوع ابوك وتحضر الكشف الطبي في الزقازيق يوم السبت، وبعدين تسقط في الكشف الطبي ابوك يرجع بيك على طول على البلد. وسط ازاي في الكشف الطبي؟ الدكتور لما يبص على عينك يلاقيها حمرا وورمه يسقطك على طول. بس انا عيني ما فيهاش حاجه. اسمع بس يا سيدي، انت ليله الكشف تفضل تدعكم بالشطه والطماطم، مفيش ساعه زمن، كله عين وعين تبقى قد كده. لسه صاحي يا امين؟ خش نام عشان بكره الكشف الطبي بتاع المعهد. تعال هنا. ايه اللي في عينيك ده؟ وانا مش عارفني يابا. كانوا كويسين الصبح، عملت فيهم ايه؟ دعكتهم بالطماطم والشطة. وانا يعني حأذي نفسي يابا؟ خد كمل اللي كنت بتعمله. ادعك عينيك بالطماطم والشطة لحد ما تتعمي، وبرضه هتخش المعهد الازهري بس قسم العميان، عندهم قسم عميان. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وامتازوا اليوم. الله 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 الله، ما تقرا عدل يا ولد. طب اتلخبط في القرآن كده ليه؟ في آيات ناقصة كده المفروض تقراها بالشكل ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
لازم تقراها كده، انت فاهم؟ حافظ ايه تاني؟ القرآن كله يا مولانا. القرآن كله؟ طب كمل وراي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ومهدت له تمهيدا كلا أنه كان لأبي. بس 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 استنى يا ولا، انت جاي مع مين؟ مع أبوي. اسمه ايه؟ ابوك اسمه ايه يا ولا؟ متولي الشعراوي. هاتهولي من بره، قول له الشيخ المهدي عايزك ضروري. حاضر مولانا. لما اشوف ايه حكايتك. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابنك دي حافظ القران ومجوده كمان. ومجوده كمان؟ امال ليه ما بيقراش عدل؟ اصل الحقيقه يا مولانا هو حارن عن معهد وعايز يقعد في البلد. ايوه. انا قلت كده. الواد يا اخويا بيقرا ايه ويسيب ايه، ودي ما يعملهاش غير واحد حافظ ومتمكن في الحفظ. انا يا مولانا. اخلص يا جليل الحي، غور من وشي. امشي امشي قدامي امشي. ناجح. كمان يا دناي هفتان بقالك ست ايام. الخير كتير ياما، ما تنعيش هم. بس الغربة صعبة وانت مش متعود عليه. ربنا يقدرني. يلا كده بقى ورينا شطارتك في المعهد عشان تراضي ابوك، احسن لسه واخد على خاطره منك. أم فتح الله وجوزها بيحجوا السنة دي، ربنا يفرح. كان نفسي تفرح زيهم ياما. كل واحد بياخد نصيب. أنا عملت اللي أقدر عليه عشان الفلوس اللي أنت محوشاها يحج بيها، بس ربنا ما قراش. قصدك إيه يا أمين؟ قلت السند ناقص المعهد اللي بتمناه، وبرضه مفيش فايدة. اللي عايزه ربنا بيكون. يعني الموال اللي انت عملته مع ابوك دي كان قصدك بيه الحكايه دي؟ ما تزعليش ياما، متعوضالك. الدين ده في رقبتي وربنا يقدرني وحققت مره واتنين وتلاته. يا دناي ربنا يخليك ليا يا حبيبي. يلا يا زغلول عشان نلحق نوصله قبل العطلة ولسه نجيب حاجتنا. لما ترجع لابوك قول له ما فهمتش حاجه من اللي خدته الجمعه دي كلها، استناك وراه لحد ما يزهق ويقعدك في البلد. انا خلاص خدت على المعهد، وبعدين اقعدي في البلد ما عدلوش فايده.
فاتوا 3 سنين، ده سعد باشا كأنه ميت امبارح. بيقولوا في الجريدة الحكومة ناوية تحيي الذكرى بتاعته، هيعملوا له احتفال كبير. طول عمره بيعارض الحكومة والحكومة بتعارضه، اشمعنى دلوقتي هيحتفلوا بيه؟ العالم لغاية النهاردة صعبان عليهم، سمعت انهم في 100 وصيف هيحتفلوا بالذكرى بتاعته. بلد اللي طول رجبتها وخلى مصر كلها عرفتها. ايوه طبعا، سعد زغلول كان راجل وطني بصحيح. الله يرحمه ويحسن اليه. سعد باشا بتاعنا كلنا، ايه رايكم نحيي ذكراه احنا كمان هنا في البلد؟ على رايك يا كبير البلد، ونجيب كراسي وفراشه ونزومها. ايه المصاريف؟ هلا ما نشوف حته وسعايه نتلم فيها وكل واحد يقول كلمتين وخلاص. هلا جرايه يا قبيصي، انت عشان هتغرم جنيه ولا 2 عايزنا نقعد كلنا على الارض؟ بلاش، كل واحد يجيب حصيره من داره يقعد عليه. يا قبيصي يا قبيصي، الدنيا بتتغير وانت هتفضل زي ما انت؟ زغلول ابنك هياخد الابتدائيه الازهريه السنه دي، مش يمكن يجيب حد من زملائه ويحضروا الاحتفال؟ ساعتها يلاقي ابوه فرش على الارض. يا قبيصي، ده انت بقيت ابو الشيخ زغلول. هي دي شويه، وهو بقى شيخ بالسهل كده؟ ده انا قعدت 4 سنين كل شهر اكعه قد كده. الغدا يا عم الحاج. الله يفتح عليك يا ابني، قلبنا اتحرك من الشاي. يلا يا جماعه الغدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اتفضل يا سيد. يعني عامل ان شاء الله. النتيجة اتأخرت قوي يا امين. امبارح رحت اسأل عليها في الزجاجيج، قالوا لي لسه قدامها كام يوم. يا سيدي خليها على راحتها. خليها على راحتها؟ ايوه يا عم، وانت ايه اللي هيهمك يعني؟ ما انت مالي ايدك منها. ولا يمكن رمي طوبتها. رمي ايه؟ حلوه، رمي طوبتها. اما محمد متولي الشعراوي يسقط، يبقى خلاص بقى عليه العوض، ما حدش هينجح السنه كلها. قر يا زغلول قر. يا اخي انت بينفع فيك قر ولا بينفع فيك غيره؟ طب احنا بقى لنا رابع سنه على الحال دي، وكل سنة انت برضو اللي بتطلع الاول. والحكاية دي مزعلك جوي يا زغلول؟ ايه؟ داني بس بضحك معاك. دعابة يا محمد. انا اسمي هنا في البلد امين، لما نروح الزجاجيج ابقى قول لي يا محمد. ماشي. لما اروح اسد المية كفاية على كده. بلك يا امين، انا لما بلاقي ربنا فاتحها عليك ببقى مبسوط ومنشرح اخر انشراح. اي والله، ما هو لما الاول كل سنه يبقى من بلدنا احسن ما يبقى من بلد تاني. ما انا عارف يا زغلول عارف. فاكر الشيخ جرجاوي لما بهدلك قدام العيال؟ انا كنت ساعتها عايز انط في كرش. ما انا راخر غلطته وغلطته قدام الفصل كله وما سكتلوش. يعني بس حبيت افكرك، يعني أنا تكون شايل في ضميرك حاجة من ناحيتي يا أخوي. دايماً عامل، الحمد لله الذي أطعمنا والحمد لله الذي أسقانا. الحمد لله. دايماً عامل، دايماً عامل يا رب. يبقى إن شاء الله ألف أنا وشفا. فكرك يعني يا كبير البلد إن النحاس باشا هيسد بعد سعد باشا؟ ما هو سعد ده هو بقاله كام سنة؟ ده راجل طيب ومبروك. على الله بقى يفتكرنا ويعمل لنا السكة اللي هتطلعنا من بلدنا على الطريق الطوالي. أنت لسه متعشم في الحكاية دي. ده كلام بنسمعه واحنا عيال جد كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ياض اتفضل. لو كنت قدمت شويه كنت حكت الغدا. ملحوقه، هات يا سالم اكل من جوه. انا متغدى يا شيخ احمد، متغدى والله. لا، اللي يدخل دارنا لازم ياكل. هات غدا يا سالم. انت فين يا بياضي؟ احنا قلنا ما ننزلش البلد الجمعه دي. هو انا اقدر استغنى عن ده ادوس؟ انت مش قلت هنجيلك مساحه متغمر عشان تبقى قريب بدل مساحه مصر؟ بيني وبينك يا ابو امين، انا سحبت طلب النقل وقلت خليني زي ما انا، هي مصر برضه تتعوض. بياضي
اوعى تكون لايف على حد هناك. ايوه لايف على الشعرة، على احمد به شوقي وحافظ به ابراهيم وعبد الحميد الديب، بقعد معاهم وبحضر مجالسهم. طب ما تشوف لنا حد منهم يقول قصيدة في ذكرى سعد باشا، اصل احنا هنعمل احتفال هنا في البلد. وده كلام برضو يا شيخ احمد. طب ما هو امين الشعراوي يالف قصيدة ويقولها واسمه واحد من البلد. وامين ابني ما يتأخرش ابدا. ايوه امين الله يبارك لك فيه، بيقول الشعر تمام، بس القصيدة لو جالها واحد من المشهورين هيبقى لها شنة ورنة في البلد. انت فاكر يا بياضي القصيدة اللي قلتها عن سعد باشا بتاعت احمد بيك شوقي؟ اني شعر اللي قصدك عليه ده؟ القصيدة اللي قال فيها انت ما خلفتش ولد ولا بنت لكن خلفت الثورة. ما تمنى غيرها نسلا ومن يلد الزهراء يزهد في سواها. الله 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 الله. طب ما تسمعنا القصيدة من الأول يا بياضي. ايه دي حوالي 100 بيت، الجريدة اللي نشرتها عندي في مصر الأسبوع الجاي هجيبها لكم معايا. أنا بقى هخليكم تسمعوها، أمين ابني حافظها بيت بيت، هجيبه معايا يسمعها لكم. ما تسيبونا من الشعر والكلام ده دلوقتي وخلونا في المهم، نشوف مصلحتنا. أنت يا بياضي مش تقولنا اخبار السكه الجديده ايه؟ انت مش بتشتغل برضه في المساحه؟ ايوه المشروعات دي مع واحد زميلي، الاسبوع الجاي هجيب لكم اخبارها. ايوه كده يا امين، طول رجبك ابوك قدام العالم. بس انت كان حاجك سالتني يابا قبل ما توعدهم بحاجه زي دي. هو انت يا واد مش حافظها؟ انا مش مديك ريال على القصيده دي، انا ما انساش حاجه ابدا. الريال ده يابا ايام الكتاب، الدنيا غليت، دي قصيدة 94 بيت شعر، هاخد فيها ريال. انت برضو يا متولي لازم تزوده شوي، ده خلاص هياخد شهادة الابتدائية الازهرية. لما ياخدها يا ستة بقى زوده، اعمل له تسعيرة تانية. لا نتفق من دلوقتي يابا احسن ما اخدهاش. بس انا مش عاجبني حالك اليومين دول، طول النهار في الغيب. يابا الارض عايزة الخدمة، قول ما كناش نديها مش هتدينا. يا أمين أنا وإبراهيم أخوك متولين الأرض، أنت تجيب كتب السنة الجاية تبص فيها عشان تدخل مستعد. يابا الأجازة دي للأرض والدراسة أو جاي وقتها. أبوك عايزك ترتاح من الشقة يا أمين. أنا بحب أشتغل في الأرض ياما، بلاقي نفسي فيها. أهو ده الكلام اللي مزعلني، أنت مالكش غير الدراسة وبس. وأنا قصرت في المعهد يابا. يا خوفي لا تقصر، صاحب بالين كداب. يابا انا دلوقتي يلا عشان نروح لشيخ البلد، شوفوا لي كفتان نظيف وطاجية عدلة. ما يلبس احسن العلمة والكاكولة عشان يبقى بقيمته كده قدام الناس الكبار. يا ست يلبس اللي يعجبكم بس يلا بينا. ما هو لسه بدري يابا، مش معادهم بعد صلاة العشاء. حنفوت الاول على ابن عم الشيخ صابر، اصله عنده دور برد وكان في الضربة جالي يومين، وبعدين نطلع الشيخ احمد الطويل. واني كمان هروح ازور ام بدريه، راكده عيانه يا كبدي والوحديها مفيش حد يناولها حتى جوز مي. امال فين بنتها؟ دي بقت عروسه دايره تلقط رزقها في العزب، تطلع يا حبه عيني من طلعه الشمس ما ترجعش الا بعد المغرب. ربنا يعينها. خد يا ام امين ال50 ساخ دول تديهم لام بدريه. ماني لما بديها فلوس بتصعب عليها نفسها وتنزل بك. ما انت ما تقوليلهاش حاجة، تسيبيهم جنبها ولما تخرجي هتلاقيهم جنبها. طيب يا بتولي. يلا يا أمين يلا بقى. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا شيخ صابر. عرفت يا بتولي إن الرؤية اللي أنا شفتها الأمين اللي اتولد كانت صح؟ قلت لك هيبقى عالم. عالم مين يا شيخ صابر؟ ده لسه ما خدش الابتدائية. بس ربنا فاتحها عليه. أنا كم مرة اتكلمت معاه في الجامع، إنما إيه حاجة تفرح ما شاء الله. البركة فيك وفي سيدنا. لو في حاجة عدلة تبقى منك ومنه. السلام عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جرالك هنا يا أبوي. أنت كل جمعة بتكبري. الجمعة اللي فاتت أنا شايف الجد كده.
انت بتحب السكر تقيل يا بامتولي؟ ما انت عارفه كل حاجه اهو. وانت يا امين؟ زي ابوي، انا ما خالفش ابويا في حاجه ابدا. انا ما عملتش الشاي تقيل عشان ما يبقاش مر. انت اللي عملت الشاي؟ وفيها ايه يابا؟ وامك سابتك تعمليه؟ اصلها بره بتستقضى حاجه. امها محرجه عليها تشيل قشايه، بتقول انها وحدانيه تتخدم وبس، مسميها الحكومه. يعني هو انا يعني عايزه كده؟ حد يكره الراحه؟ راحت ايه بس يا بقى متولي اللي تخلي الواحده زي قلتها. اتفضل. شكرا. اتفضل يا امين. اتفضل يابا. باليمين يابا، باليمين. حاضر يا نبويه. اعمل ايه؟ الحكومة عايزة كده ولازم اطوع الحكومة. انت يابا مش قلتلي ان في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام بيقول تيمنوا، يعني كل حاجة ابتدوها باليمين. ايه يا نبوي؟ انت هتعلم الشيخ الجامع اللي بيعلمنا كل حاجة؟ انا بس بفكره يابا متولي. وانت ازاي تسكت لها؟ طب اعمل ايه؟ دي الحكومة أمها السلطة، واني بقى الشعب الغلبان. عدم المؤاخذة. دي هي اللي فضلت من أربعة. ربنا يخليها لك يا عم الشيخ صابر ويبارك لك فيه. عايزين نسمع بقى من الشيخ أمين القصيدة بتاعت سعد باشا من أولها لآخرها. انت قايل إنها تيجي من البيت، ها؟ خلي بالك هنعد عليك، ها؟ شيعوا الشمس ومالوا بضحاها، وانحنى الشرق عليها فبكاها، ليتني في الركب لما أفلت. حضنت نعشك والتفت به راية، كنت من الذل فداها، ضمت الصدر الذي قد ضمها، وتلقى السهم عنها فوقاها. عجبي منها ومن قائدها، كيف يحمي الأعزل الشيخ حماها. الله 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 الله، يا سلام على الكلام الحلو، يا سلام. ايوه يا جماعة، بس بصراحة بقى سعد باشا أكبر من كل الكلام ده. ما هو شوقي بيه بيعترف بكده، بيقول في أواخر القصيدة: أين مني قلم كنت إذا سمته أن يرثي الشمس رثاها، خانني في يوم سعد وجرى في المراثي فكبى دون مداها. الله 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 الله. إيه رأيك يا كبيسي؟ عدت كام لحد الوقت؟ لا أمين ما شاء الله عليه، ربنا يفتح عليك. في حاجة كنت عايز أقولها يا عم الشيخ صابر، معرفش كانت صح ولا غلط. قول يا أمين. أنت كنت بتقول في الخطبة إن ربنا سبحانه وتعالى كرم ليلة القدر وخلاها خير من ألف شهر عشان نزل فيها القرآن. مش أنا اللي بقول، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا الكلام ده بفهمه بطريقة تانية. بطريقة تانية؟ فهمني يا أمين. ليلة القدر من الأول مش زي بقية الليالي، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها ورفع مكانتها قبل ما ينزل فيها القرآن. الآية الكريمة بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني الليلة دي كانت موجودة من الأول، وربنا اصطفاها ورفع مكانتها وسمها ليلة القدر قبل نزول القرآن فيها، مش بسبب نزول القرآن فيها، وبعدين اختارها عشان ينزل فيها القرآن لأنها أفضل ليلة. الكلام ده برضو بنفهمه من سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم،
إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني الليلة كانت مباركة من الأول كده ولا إيه يا عم الشيخ صابر؟ أنت جبت الكلام ده منين يا أمين؟ جه في دماغي وأنت بتتكلم عن الليلة دي. ربنا يعين أبوك ويقدره عشان تكمل تعليمك. عارف يا أمين، أنت إن شاء الله هيبقى لك مستقبل كبير قوي. ارزقنا تاني بشيخ جميل يكون سند ويكون دليل بسماحية الوجه الجميل تهدينا للخير اجمعين نمشي في رحابك يا عظيم على متوحدين وموحدين.